والكرة خطيرة، شوف الحسوني، دي ماروتار، دفاع الترجي حذاري في هذه اللقطة العرضية صعبة جدا، والكرة ترجع صعبة جدا بالراس، وهدف التعادل. حذاري حذاري، ماذا هناك في هذه اللقطة؟ هل هناك تسلل؟ سنتأكد من الأمر، والحكم بكري قسمها بمساعدة كاميرا، يقول هدف ملغي للوداد. شاهدوا الكرة، شاهدوا الصورة، أين الكرة هي؟ الكرة هنا شفاها فيها التوزيعة، هنا شفاها فيها التوزيعة، عند التوزيعة.